أصحاب البسطات أو الباعة المتجولون يوضحون أنهم اتفقوا مع قائم مقام مدينة الحلة صباح الفتلاوي أن يوفر لهم مكانا بديلا قبل إزالة السوق، وأن لا يتم إزالة السوق حتى الانتقال إلى المكان البديل، لكنهم تفاجؤوا أن القوات الحكومية مصحوبة بآليات جاءت لهدم السوق دون توفير مكان بديل لهم. دعونا نشاهد. أنا أحد المواطنين بخصوص موضوع مظلومية بساط سوق الحلة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي، إحنا طالبنا سيد المحافظ صباح الفتلاوي شنو نفتح الشارع بشرط إيجاد البديل المناسب، واتفقنا على بديل وهو الجراجات، وقال هاي الشغلة انتظرون بيها أسبوع راح أكمل لكم البديل. اتفقنا يكمل البديل يلا يفتح الشارع. هسه اجي يريد يفتح الشارع، البديل ما موجود، يريد يفتح الشارع. احنا 1500 بسطية، 1500 عامل، واكثر من يعني 1500 ابو بسطية و500 عامل، يعني 2000 واحد عايشين على هاي البسطيات. شلون يريد يفتح هاي الشارع؟ اكثرهم خريجين، متزوجين، طالعين اجار، معوقين، ايتام، يعني شلون غير نفتيهم؟ غير اكو حل؟ الكتاب جاي من رئاسة الوزراء تفتح جميع الشوارع وياه، كان صح تفتح شارع ساحة الاحتفالات بشرط إيجاد البديل المناسب. مكتوب هذا الشيء؟ لو ما مكتوب بالكتاب مكتوب، وين البديل؟ اعطيني البديل، أنا أول واحد أساعدك فتح الشارع. شوفني البديل، كمل لي البديل، صب لي، سقف لي، أنا أول واحد متبرع بالبسطية أفتح الشارع، وكل إحنا متبرعين هاي البسطيات كلها، بس تكمل البديل إحنا نفتح الشارع. اعطيني البديل، مال تعطيني بديل وقت تفتح الشارع ما صح. جزاك الله خير. وتهديد يوميا يهددنا، يوميا مهددنا على ساعة جيكم، يعني احنا من الصبح لليل وصلنا 3 أيام لا نوم لا أكل لا شرب. منو منو شايفين؟ منو ها منو يهدد؟ صباح الفتلاوي يهدد على ساعة انا طب له البسطيات المقام بابي.